موجز لأهم الأخبار من قناة النبأ، أهلا بكم. قال مدير مكتب الإعلام بشورى مجاهدي درنا محمد المنصوري إن غارتين جويتين لميليشيات حفتر استهدفتا مواقع في المدينة. المنصوري أفاد قناة النبأ بأن غارة استهدفت المشتل الزراعي في منطقة الفتايح، وأخرى استهدفت الحجاج الغربي بمدخل المدينة، ومؤكدا أن ميليشيات حفتر شنت الغارتين بطائرة إسعاف طائر مخالفة بذلك كل القوانين والأعراف الدولية. كما أكد مصدر للنبأ من مجلس شورى ثوار بنغازي أن قواتهم لم ترصد الاثنين أي عملية قصف بالطيران الحربي الأجنبي. المصدر قال إنهم لم يرصدوا أي عملية قصف لطائرات ميليشيات حفتر بنوعيها الميج والعمودي، في حين تجدر الإشارة إلى أن الطيران الأجنبي استهدف لأكثر من مرة أو لأكثر من شهر مناطق قنفودة وبصنيب وغار يونس والمناطق التي تسيطر عليها قوات مجلس شورى ثوار بنغازي. كما أفاد مصدر للنبأ بوجود هدوء حذر في محاور القتال بسرت بعد تقدم قوات البنيان المرصوص الاثنين. المصدر أكد أن قوات العملية تواصل السيطرة على منطقة مجمع الفنادق بعد تحرير كامل حي دولار وسط المدينة، مضيفا أن أفراد العملية يتعاملون مع ألغام زرعتها مجموعات تنظيم الدولة في المنطقة. وأخيرا أعلنت لجنة الشؤون العربية بالبرلمان المصري رفضها لأي تدخل عسكري دولي أو إقليمي أو عربي في الشأن الليبي بأي شكل من الأشكال. اللجنة وخلال اجتماعها الذي بحثت فيه آخر تطورات الأزمة الليبية أكدت أن التدخل الأمريكي في سرت ومن قبله الفرنسي في بنغازي يطرح العديد من علامات الاستفهام بشأن حقيقة ومدى أثره في تعميق الانقسام الداخلي. ودعت اللجنة جميع الأطراف الليبية إلى إعلاء المصالح العليا لليبيين لمواجهة ما وصفته بالتحديات الجسام التي تمر بها المنطقة. في أمان الله.